محطات في حياة عزت العلايلي. تزوج مرة واحدة من حب عمره وأنجب ولد وبنت ونقفه النبيل مع العندليب. ولد عزت العلايلي عام 1934 بالقاهرة. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960 وبدأ مسيرته كمعد برامج. كانت أول أعماله الفنية فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962. تزوج عزت العلايلي مرة واحدة من حب عمره السيدة سناء الحديدي، واستمر زواجهم لأكثر من 50 عاما، وأثمر زواجهم عن ولد هو محمود وبنت هي رجاء. توفيت زوجة عزت العلايلي عام 2017 وظهر حزينا جدا لفراقها وقال: كانت كل شيء في حياتي وعطتني الكثير ولا أستطيع أن أوفيها حقها. كانت تربط الفنان عزت العلايلي صداقة شديدة جدا بالعندليب عبد الحليم حافظ، ولكنه لم يكن يحب أن يتكلم عنه في البرامج، وكان يردد دائما: أنا لا أتاجر بصديقي أبدا. توفي عزت العلايلي عام 2021 عن عمر 87 عاما.